فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذ الله جل وعلا هستيتد ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي بهم إلى صراط مستقيم. Has to be left as Allah subhanahu wa ta'ala says, atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabihinna. Wa man yuti Allah ورسولا فأولئك مع الله مع الذين أنعمه الله عليهم. When Allah جل وعلا has stated, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعد والله ولي المتقين. And I know when I was growing up in England, I never went to a mosque where the imam could even speak English. The most that I felt of him was his backhand when I didn't recite the verse properly. That's the most we felt from them. I am Salafi. And I don't care what anyone says. I'm Salafi. Every one of you is not Salafi. You're not Salafi and you're not Salafi. I'm the Salafi. المكتبة السلفية مقرر لها المشاركة في مؤتمر في أمريكا. هل تنصح السلفيين في أمريكا بالاستفادة منهم وحضور محاضراتهم؟ أنا لا أنصح أن تحضروا خاصة إذا كان محاضر أبو خديجة وكذلك بيريس وغيرهم. لكن إذا كان الناس معروفين فتحضرون وإذا كان هؤلاء عندهم خطاب فسوف تسمعون منهم ما يؤذيكم من السلفيين فقط لا تسمعون خيرا فيما أظن دائما الذي أسمع عن كلامهم وغيرهم. نعم.